المواقف تتحدث. ضمير الأمة مبارك الوعلان. النخوة لكم، المواقف لكم. بطل طيب. ها ست اشهر وانا وياك ترى مشاركك وياك. انا مالك اعطينا. انا رد عملت لا ما عملتي. لا لا تضحكين. لا تضحكين. لا لا تستخفين العقول. هذا صلاح الغزالي ينفي ويقول ما يجوز اللي سويته دكتوره. سنين من حياتهم حتى يشوفونكم بعيشه كريمه. من ينسى صولات وجولات مبارك الوعلان. احنا نقول ورسالتنا يجب ان تكون مباشره، لم ناتي لندغدغ عواطفكم. احنا نقعد في المجلس اليوم، بكره بعد يمكن ما نجلس، لكن انا اعتقد يحسب على الرجال افعاله ومواقفها. قسما بالله ان منكر حسنه. هذيلا دفعوا احسن سنين اعمارهم. هذيلا الحين كلهم قاعدين اللي هناك في المنفذ اللي المفروض العكس. القبيض يتمشى ويشرع ويراقب ويسب الصادق الامين مبارك الوعلان. البني عطا لا جاء نهارا نخوه. أرمي عليهم غترتي وعقالي. أهل الوفا، أهل الوفا والطيب وأهل الفزعة. لا صاح صياح الوفا العالي. والحق الشامل حق للمجلس وللمنازع. ونعلم أن أمير الإنسانية يحس بعياله. أمير الإنسانية يحس بعياله. وإحنا جايين على شهر خير وشهر عفو، وأنا أقول لكم إياها، العفو لإخواننا الشرفاء هو عفو لتصحيح خطأ. ما هي عيبة، ما هي عيبة. إحنا نبي الأجر، كلنا خلنا نتنافس، أميرنا ومجلسنا، ومن يصدر العفو أول؟ الكل مأجور، أميرنا ومجلسنا. فليتنافس المتنافسون، وهذا شهر رحمة. نبي نشوف العفو في الشهر هذا، ونبي هالشرفاء هذيلا صايمين عندنا مع أهاليهم بإذن الله.